السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة رضينا زين. كنتمنى تكونوا جميعا بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله في هذا الفيديو كما كتلاحظوا غنحضر معكم هاد الفطائر او لي سيجار. كنتمنى هاد الفيديو ينال اعجابكم، بقاو معايا حتى الاخير. اريفين دي مزيغان ما شفتو من الفيديو يا نهار، ان شاء الله هنك الفطائر ناخ لي سيجار. اتمنى الفيديو هذا يعجب، قيمته كيدي تبعم كي الفيديو حتى رانكا. بسم الله على بركة الله، غادي ندوزو للمقادير. عندنا هنا بصله وحده مقطعه طريفات صغار، وعندنا الشعريه الصينيه وجوج فلفلات حلوين، عندي اللون الاحمر والاخضر، وعندنا شويه ديال الكفته. نعاود غير المقادير سمازيغ تقريبا، نتيجه نطبش تقسطو مزيان. الشعريه الصينيه شويه من الكفته، تناين تحبان فرفر، اش نتا زكارت اش نتا تزيزوت، نقصو راني هنتي مزيانين. دابا غندوزو لطريقة التحضير. كناخد مقلة وكنوضع فيها القليل من الزيت، الزيت النباتية، كنخليها تسخن وكنضيف عليها البصلة اللي مقطعة طريفات صغار، كنخليها تشحر مزيان. ثاني تا كيغ شوية نزاج دير مقلة غتحمى، كيغ خاصر بصرني جيغ تا ديشحى مليح. خليت البصلة ديالي تقلى مزيان، وغندوز نحضر الشعرية الصينية. كنكون موجدة الماء طايب، كنصبو على هذيك الشعريه وكنخليها واحد ربع ساعه في داك الماء. ثاني تا الجغر بصرنا ديال قرا كيغ شعريه دوكامان امانوان، تجغيش نهار 4 ساعات. كما كتلاحظوا في الفيديو انا ضفت الكفته للبصله، البصله ديالي طبعا تشحرات ليا مزيان ودبالت شويه، وكنضيف ليها الكفته. ثاني تا كيغ الكفته كدويسو رامي يقرا بصرني مليح مليح، راني خاص الكفته. كما كتلاحظوا في الفيديو الكفته ديالي تقلات مزيان مع ديك البصله. دابا كنضيفوا الفلفله، يعني تتوره من دي فيديو الكفته ني هما مليح هكذا الفصر خو انا راني خاسر فلفل. دابا غادي نضيف التوابل، القليل من الكمون، شويه من الشمون، القليل من الفلفل الاحمر تحميره، بودره الثوم، فيشات ديال الغبره، القليل من الفلفل الاسود، شويه الابزار. صافي كنغطي عليها وكنخليها تشحر مزيان مع هذيك القيمه. انا نسيت ما قلتش الملحه، ما تسجلاتش ليا في الفيديو ونسيتها. كديروا واحد معلقه صغيره ديال الملحه، يعني تتوغلها من تحت فيديو يا وتيتي سيغشا انتقيش نتغنجش طول مزيان. من بعد ما كطيب ليا الحشوة كطيب مزيان، كنضيف الشعرية الصينية، يعني اخر حاجة كنضيفها في المقلاة هي الشعرية الصينية، حيت هي درناها في الماء يعني طابت، كنضيفوها في المقلاة غير باش تشرب لي قامة. صافي داني تمشت ورام دي فيديو واخمتنا انا رقوة مني ومارن تجي رقوة مني غادي مليح مليح، وش انا راني خاص الشعرية الصينية، مزي الشعرية الصينية تتوما وتحلي جيبوها تمطس دقيت تسور قوام واها. كنضيف هنا معدنوس ولا القزبور، يعني تتناني شويه نقصبه شويه معدنوس، درت معلقه كبيره ديال معدنوس وقزبور. كنضيفوا شويه ديال الزيتون الخضر مقطع طريفات صغار، يعني تيقى شويه من الزيتون زيزه يقص. كنخلط المكونات، انخلط القوام ني ماره وصافي، ها هي الحشوه ديالي واجده، غندوزو نعمرو لي سيكار. كناخدو واحد الزلافه كنوضعو فيها ملعقه كبيره ديال الطحين، داني تايسي غير فنجاش كيغ دايس غنجاج طم قران نوان، كنخلطها بشويه ديال الماء، داني تس خلطت شويه ومان زازس نسرسق لي سيكار. هادي غنبداو نثبتو بها لي سيكار باش ما يتحلوش لينا، المهم كنوجدوها هي الاولى وكنحطها جانبا، وكندوز الورقه ديالي نجهزها حتى هي. بالنسبه لهاد الورقه هادي كانت في الثلاجه، كنخرجوها من الثلاجه وكنوضعوها في واحد الفوطه باش ما تنشفش لينا حتى تطلق شي شويه. في الفوطه كتطلق مزيان وكترطب. حاولوا كل ما خديتو منها شي ورقه تغطيوها، ما تخليوهاش في الهواء باش ما تنشفش لكم وغتجيكم في الخدمه صعيبه. بالنسبه ليا غنستعمل الماركيان طريقت، من الاحسن خميتي داك الزين نبيره قيت كيج الفوطه باش وضمتي الزغشه، اذا متسلو عادي الخدمه.
لقيت الفوطه مرمي ملك زي سجن توريقت تجات تربد هذه الفوطه تكزت زي توريق توريق غير تحتاجل ثماني تخص تدرد. دابا غندوزو معكم لطريقه العماره اللي غنعمرو فيها لي سيكار. كناخذ واحد الكميه من الحشوه وكنوضعوها في هذيك الورقه وكنبقاو نلويو عليه حتى كنساليو الاخير. كنوضعوا شويه ديال العجينه من هذيك اللي وجدنا من قبل في الاطراف وكنسدوها. المهم باش تفهموا اكثر تبعوا معايا الفيديو وتشوفوا الطريقه. ممشي دوره من الفيديو نوض نعمر لي سيكار قيمته كيدي تبع ما كيدي الطريقه ما مشي نتعمل ما مشي غادي نبلع قيمت حتى راه كان فيديو. دابا سالينا من العماره ديال لي سيكار ولا الفطائر. هنا عندي كميه كبيره غادي نقسمها في الاكياس ديال البلاستيك وغنوضعها في المجمد حتى النهار اللي كنحتاجها كنخرجها من المجمد كنخليها واحد 5 دقائق وكندوز نطيبها. بالنسبه للي بغى يديرها في ديك الساعه يطيبها في ديك الساعات ما يطيب منهم في ديك الساعات، ولكن فاش كتكون الكميه كبيره بلا ما تطيبوهم كاملين عاد ديروهم في المجمد. الاحسن ديروهم هكا طريين ديروهم في المجمد حتى نهار كتحتاجوهم كتجبدوهم 5 دقائق قبل الاستعمال كتخليهم خارج المجمد عاد كدوزو طيبوهم. ما مشت ولا مداني حتى غنقيط خاربين لي سيكار غنفاقط نقدي ميكات من بلاستيك غنقدي النبيله انا هاد غنحتاج نكزي النبيله تجهنيش 5 مينوت باري النبيله خلني غنبدا نتلسهم. وصلنا لنهاية الفيديو كنتمنى هذا الفيديو ينال اعجابكم. ما تنساونيش بلايك وبتعليق الى عجبكم الفيديو وكنشكر بزاف الناس اللي كيتبعوني واللي كيشاهدوا الفيديوهات ديالي وكيخليوا لي التعليقات الزوينه. شكرا لكم بزاف. نتلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله. مع السلامه.